اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله ام النهارده مع قدوم الشتاء وخير الشتاء وايام الشتاء اكيد بيحتاج الاكلات الشتويه، لان ربنا سبحانه وتعالى انعم علينا في الارض الطيبه مصر الخضروات اللطيفه. معانا ارنبيط، البشاير بتاعته الجميله الحلوه، معانا البطاطا الحلوه، معانا الجرجير، معانا الخضره، البصل الاخضر، الخس البلدي، الحاجات اللطيفه الجميله. خلينا نستغل الشتاء بايامه الحلوه ونعمل النهارده مسقعه الارنبيط باللحمه المفرومه. الارنبيط بناكله مقلي كريسبي، بناكله سلطه بالطحينه، بناكله مشوي، ولكن لما نعمله النهارده مسقعه اكله مصريه واخده الشعار المصري بلحمه مفرومه ضاني بالتاكيد لها حكايه، هنشوف ازاي نعملها مع بعض. معانا البطاطا الحلوه النهارده، الاطفال الحلوين وكبار السن بيحتاجوا لبعض الحلويات اللي ما فيهاش سكريات كتيره، زي البطاطا الحلوه فيها سكر طبيعي والسكريات اللي موجوده فيها سكريات امنه، فخلونا نعملها النهارده بالشوفان مع تشكيله من المكسرات وندعمها بالزبيب، الفول السوداني، لوز، فستق، حلبي، زي ما انت حابه. معانا برغل النهارده، هنعمله اكله لطيفه في بلاد الشام بيسموه برغل بتفين. انا هعمله النهارده البرغل بالبصل بتاعنا اللطيف الحلو مع فلفله ملونه، خضروات شتويه لطيفه مع برغل منتجات القمح، الحبوب الصلبه طبعا، البرغل الناعم والبرغل الخشن. في تفاصيل كتيره النهارده في الحلقه بتاعتي، بما ان احنا بقالنا فتره ما شفناش بعض، ولكن النهارده هنعمل مطبخ بسيط وسهل، مطبخ مصري بطعم تاني. خلونا ناخد بعضينا ونطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل اكيد في تفاصيل ومعلومه غير معلومه واكل بطعم تاني. تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. محلك سرك يا ابو الشيف، في تفاصيل كتير في الحلقه النهارده بما انها تحتوي على خضار كتير بتفاصيله بالوانه الحلوه من خير ارضنا مصر ام الدنيا. معانا هنعمل مسقعه الارنبيط باللحمه المفرومه، اللحمه المفرومه اللي معايا ضاني فيها نسبه دهون زياده شويه معلش عشان تبقى طعم الضاني. معانا لحم مفروم نص كيلو، كيلو الا ربع كيلو، مفيش اي مشكله، انت كريمه وبنستاهل كرمك. معانا ارنبيط الزهره بيسموه في الخليج ارنبيط او زهره، البيضه الحلوه، ومعانا بصل، ومعانا ثوم، معانا شبت، معانا كمون، كزبره خضراء، ملح وفلفل، والمكونات بتاعتنا. المقادير على الشاشه ولكن الطريقه مختلفه. المقادير على الشاشه تقدر تصورها بالتليفون او تكتبيها مع بعض. طيب كلنا لما بنيجي نعمل مسقعات الارنبيط بنعملها بطريقه مختلفه. انا النهارده الارنبيط مش هحمره في قلب الزيت، بطريقه جديده كده هناخد البصل الجميل الحلو ده كده. يلا يا شباب، حلو تمام كده، الله عليك يا شفيق حبيبي. ناخد البصلايه المتقطعه جوليان دي كده وندلعها. البصلايه دي ده الجديد بقى، الارنبيط اللي انا هحمره في قلب الزيت ولا حاجه، مش هيشرب معانا زيت. مشكله الارنبيط بيشرب زيت دايما، واللي بياكله يقول لك عندي مشاكل مع الكولون، حموضه، الجو اللي احنا عارفينه ده كده. ولكن الاكل بتاعنا النهارده شبيه للاكل الصحي، مش هنقول صح 100% ولكن بقدر الامكان الاكل صحيه. انا معايا بصله قطعتها شرايح، المصطلحات العلميه يقول لك جوليان شرايح بالشكل ده كده. معانا هنحط على البصله دي يا عم الشيف شويه ثوم. حلو الكلام، ده الجديد. والثوم له قيمة غذائية عالية جدا، يحرك الدم في الشرايين الدقيقة بالجسم، شبت للغازات ومشاكل الغازات، حلو قوي. عود زعتر بري اهو، الخلطة دي على فين يا شيف؟ اصبر على رزقك، زعتر بري اهو، حلو قوي تمام. هناخد الكمون بتاعنا اللطيف، كمون، بابريكا، ملح وفلفل اهو. على البصلة، على البصلة، ادي الكمون وادي البابريكا وشوية كركم. للأمانة أنا بحب دايما الكركم، كل ما تيجي سيرته لازم أقول فايدته، ينشط الكبد، ينقي الكبد، يخلص الكبد من الدهون. كل التوابل دي يا عم الشيف زي الفل مع كزبرة وزيت زيتون، كل ده على البصلة، دلعها آخر دلع وزيت زيتون. حلو أوي، هنقلب الخليط ده كله. وعند الزهره بتاعتنا اعلمك تغسليها ازاي، مهم جدا على فكره. ما تجيبيش الارنبيطايه من عند الراجل اللي هو بتاع الخضار، هي معانا اهي سليمه زي الفل،
الله ينور عليك يا مشاهد. اهي دي ارنبيطيه سليمه، جيبوها لي يا شباب. الله يوفقكم يا رب. اهو ارنبيطه حلوه لطيفه وحلوه، الشمس الجميله مديها لها لون حلو، هي بيضه وحلوه. بتجيبيها زي ما هي كده وتقطعيها وتحطيها في ميه، ميه كثيفه يعني ميه كتيره في بوله كبيره، وتقلبيها من وقت للتاني. تقوم الرمله الاتربه نتيجه تعرضها للجو، لان دي طبعا من الخضروات اللي هي بتتعرض للاتربه والجو والعوامل الجويه، زي الخس زي الكرنب الحاجات دي كلها. في الاخر تنشيلها كده وتشيلها من على الوش وتغيرها عليها الميه مرتين ثلاثه لغايه لما تلاقي الميه نظيفه زي الفل تقدري تشربي منها. ده غسيل الارنبيط، ده مهم جدا على فكره، عشان ما ينفعش نعمل مساحات الارنبيط ونلاقي بابور زلط تحت سناننا واحنا بناكله. انا حطيت التوابل كلها على البصلايه الحلوه مع زيت زيتون مع شويه الملح زي الفل اهو، ونقلب دول كده البصلايه. تاني عملت ايه يا عم الشيف؟ ده الجديد، بصلايه قطعتها شرايح، حطيت عليها شبت، حطيت عليها بهارات من الملح والفلفل والبابريكا والكركم اهو، والكمون ده اساسي، زيت زيتون، توم، كل ده يا عم الشيف كل ده اهو. هاخد البصله دي كده احطها على وش الارنبيط بتاعنا اللطيف ده كده اهو. وعندي درجة حرارة الفرن عندي عالية جدا، تقدر تقولي 300-280 يعني لدرجة الحرارة القصوى بتاعته اهو. وناخد الأرنبيط ده يا عم الشيف ندخله في قلب الفرن. يبقى كده أنا ما حمرتش الأرنبيط في الفرن، قصدي في الزيت اهو. احنا دايما متعودين نحمر الأرنبيط والبتنجان لما نيجي نعمل مسقعة في قلب الزيت. هاخد الأرنبيط زي ما هو كده وادخله في درجة حرارة عالية جدا. فين مكانه في الفرن يا عم الشيف؟ نفتح الفرن ونصلي على الحبيب قلبك يطيب بالشكل ده كده اه، زي ما هو كده اه، اللهم صل على النبي اه، على الشبكة. بصي لي عليه كده نظرة الوداع، أرنبيط من أرض طيبة مصر أم الدنيا، خد خلطة بوغازية لطيفة وجميلة، بصل جوليان متقطع وحطينا عليه توابل والبهارات بتاعتنا. على الأرنبيط ما يستوي في الفرن، تعالوا مع بعض نعصج اللحمة المفرومة بتاعة المسقعة بتاعة الأرنبيط. وناخد اتصال عم أحمد. يا عم أحمد ازيك؟ الفراخ البانيه بتتعمل ازاي؟ ده أحمد الطفل الجميل، ازيك يا أبو حميد؟ الحمد لله. وأنت عامل ايه؟ اسأل الأول كده، ازيك يا شيف؟ عامل ايه يا شيف؟ وبعدين تخش على الفراخ البانيه وتخش على المكرونة البشاميل. ماشي حبيبي يا أبو حميد، اسمي غالي، أمرني. الفراخ البانيه بتتعمل ازاي؟ حاضر، يعني ماما بتعملها أحسن مني، ولكن اسمع طريقتي ووصفتي. عينيا ليك يا حماده. فراخ بانيه، صدور فراخ بتتقطع بتتبل ميه بصل وعصير ليمون ملح وفلفل، وبعد كده نسيبها في التتبيله ساعه زمن، بعدين بنحطها في قليل من الدقيق والنشا، وبعدين نحطها في الحليب والبيض، وبعد كده تخش على البقسماط ونعملها عشان خاطرك يا ابو حميد. تعالوا نعصج اللحمه المفرومه بتاعتنا الجميله ازاي علشان نعمل شويه مسقعه حلوين جدا بيتكلموا مصري. من الاطباق المصريه اللي في اي مكان مهما نعملها هي واخده الشعار المصري، مسقعه، ملوخيه بالارانب، كشري اه، طاجن الباميه باللحمه الضاني، برام رز معمر، ادي زيت الزيتون، بصلايه ناعمه، نحط على البصلايه دي فص ثوم محترم. عندك لحمه مفرومه في التلاجة متعصجه مش هتقول لا اه، نستنى على البصلايه تاخد طعم كده. عينيا بتدمع من البصل، او ما احط شويه بهارات حلوين من البابريكا والكمون والملح والفلفل، شويه سماق في طريق حلو، وادي الملح كده. البصلايه بتاعتي جاهزه، اقلبها، خدت طعم، بدات اشم ريحه حلوه، بدل ريحه البصل انزل باللحمه المفرومه بتاعتي. اللهم صل على النبي، اهي لحم ضاني اهو، وفرمه ناعمه، بلاش الفرمه الخشنه اهو، قول للجزار عايزاها ناعمه. نعصج اللحم بالشكل ده كده، اللهم صل على النبي، ونقلب كده اهو. جنبي ميه بتغلى على النار، بحط فيها جزرايه وبصلايه وتوميه، بوكي جارنيه، مخرجنا الجميل، فرسان التلفزيون المصري. دايما يكون عندك في المطبخ وانت شغاله كده حله فيها ميه بتغلى على النار زي الشيف المغازي كده. قواعد المطبخ، في اساسيات في المطبخ، حله بتغلى على النار، عندك عظم بتاع فراخ في الثلاجه طلعيه، عندك عظم لحمه طلعيه، ماسورتين لحمه حلوين جايبهم جوزك مع الكيلو اللحمه طلعيهم، عندك العظم بتاع الفراخ طلعيه، مع بصل، مع طماطم، مع قرن فلفل، مع عذر روزماري، مع توم، وخليهم يغلوا جنبك كده على النار اهو. شفت اللحمه ازاي؟ هتلاقيها دلوقتي ايه؟
مرمله ومفروله، حلوه مرمله مفروله دي كافيه بالشكل ده كده اهو. شويه ميه مغليين من الحلوه او الشوربه بتاعت اللطيفه، اللهم صل على النبي، دي كفايه اهو. هو ده اهو. انا احب اللحمه مستويه قوي على فكره، سواء بعمل مكرونه بشاميل، سواء بعمل مسقعه، سواء بعملها رز بالخلطه اهو. شفت اللحمه ازاي؟ زي الفل، الله. وما خدتش وقت، بس تنزلي بالشوربه بتغلي. انت ممكن تبقى احسن مني، عندك شوربه في الثلاجه كنت سلقه فرخه قبلها بيومين، ما فيش مشكله. شفت اللحمه ازاي؟ شفتي؟ زي البرغل، مفلفله ازاي، مش مكلكعه بقى وكل حته قد كده اهو. واسيبها على النار كده، شويه لحمه زي الفل. طيب هنعمل طبعا دلوقتي عندنا صوص طماطم مضروب في الخلاط. انا بتجيلي مشاكل مع حموضه الطماطم يا شيف، نعالج مشكله الحموضه دي ازاي؟ الطبيعي معلقه سكر في حاله عمل صوص طماطم، شوربه طماطم، صلصه بيتزا، زي ما انت حابه. هننزل بالطماطم دي كده اهو. يا ويلي يا ويلي على الحمار بتاع الطماطم، يا قوطه يا حمرا. نقلب كده، القرنبيط بيتشوف الفرن، هنقعد جنبها كده ونستنى نخش في اللي بعده كده. اعتقد ان مسقعه القرنبيط جاهزه للتطبيق، قرنبيط بيتشوي وعندي صوص بولونيز او اللحمه المتعصجه جاهزه وزي الفل. بولونيز ده يعني ايه؟ صلصه لحم متعصج بالطلياني. عندي اللحمه متعصجه زي الفل بالشكل ده كده، وتعالوا نخش على اللي بعده يا استاذه رحاب. معانا حاجه لطيفه وجميله النهارده، ازاي نعمل شويه برغل بتفين او البرغل بالبصل والفلفل ازاي مع بعض. معانا برغل ناعم بتاع التبوله، ومعانا بصل اخضر، ومعانا بصل، ومعانا فلفل الوان، وتعالوا نعمل البرغل بالخضار او برغل بالبصل او برغل بتفين. دي المسميات بتاعته، البعض بيحط له حمص والبعض بيحط له لحمه مفرومه. المقادير على الشاشه، ومعانا طاسه شديده الحراره على النار. هقول المقادير تاني، فلفل الوان، برغل معايا ناعم يفضل، ومعانا بصل وتوم، البهارات بتاعتنا ملح وفلفل وبابريكا وحبهان، كل دي البهارات، فلفله ملونه لطيفه وجميله، معانا زعتر، ومعانا كمان بصل اخضر هنستخدمه في الطبق بتاعنا. تعالوا نشوف هنعمله مع بعض ازاي واحنا شغالين. اول حاجه باخد البصل ده اقطعه جوليان بسم الله الرحمن الرحيم، شرايح كده. طبعا انا عايزك كنت واقف في المطبخ زي الشيف المغازي كده، عندك القرنبيط بيتشوي في الفرن، استفيدي من وقفتك في المطبخ لان عندك شغل تاني بعد كده وعندك مسؤوليات تانيه، الاهتمام الاسري، اولادك راجعين من المدرسه محتاجه تقضي وقت معاهم، مش كل وقتك يبقى في المطبخ غسيل اطباق وبتعملي اكل. بعمل ثلاث اكلات في وقت واحد. ادي البصل متقطع شرايح والطاسه بتسخن على النار، اللهم صل على النبي، سكينتك تكون حاميه، قبضه ايدك على ايد السكينه بالشكل ده كده عشان مع الوقت والاستخدام مفيش مشاكل مع مفصل اليد اهو. كل حاجه بنتكلم في تفاصيلها اهو. ادي البصلايه حلوه زي الفل تتكلم مصري. هناخد البصل زي ما هو كده مع زيت زيتون، نار شديده، اللهم صل على النبي اهو. والله ممكن نحط مكعب زبده، اهلا وسهلا مفيش مشكله. دايما وجود الزبده مع معلقه الزيت بيساعد على احمرار البصله سريعا. خد المعلومه دي واكتبيها كده على الجلده بتاعت الكراسه، المعلومات دي خلي بالك يعني لازم تستفيدي بيها. اضافه الزبده لتحمير البصل بيساعد على احمراره سريعا عشان نحتفظ بالجوس بتاعه بصلايه حلوه زي الفل نازله تتناغم وتتكلم مصر هناخد بعضينا على البصلايه الحلوه ما تتحمر عشان نعمل طاجن البرغل بالبصل والفلفل، ومعانا مسقعه قرنبيط باللحمه المفرومه بطعم تاني. ما تنسوش الطبق الجميل، البطاطا الحلوه للناس الحلوه اللي بتتابعنا. تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفصل.
ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل والتفاصيل كلها مع حضراتكم. معانا مخرج شاطر كل ما امسك السكينه واجي اقطع حاجه يقول لي خليك مع الساده المشاهدين، بيحبوكوا بقى على فكره اكتر مني. نشوف البصلية اتحمرت ازاي؟ افتح يا سمسم، جيب البصلية اللي بتتكلم مصر في قلب الحله اهي. بصلايه خدت معلقتين زيت زيتون مع معلقتين عينيه، احلى بصله بتتكلم اهي. شفت البصلية؟ ايه هو ده، هو ده اهي. شفت ليه غطيته يا شيف؟ السؤال حلو قوي على فكره، كنت مستني حد يساله لي. ليه غطيت البصل وهو بيتحمر؟ ما شفناش الكلام ده يا شيف. حتى تنفصل جوانح البصل من بعضها وتتفتت من بعضها. اهو شايفين ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ ايه الجمال ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ هو ده. هنقلبها كده زي ما هي، حلو قوي. ناخد الفلفل بتاعنا الالوان، اخضر احمر اصفر بالشكل ده كده اهو، الطريقه الحلوه لتقطيع الفلفل بالشكل ده كده. اللهم صل على النبي، هو ده كله يبقى تحت ايدك كده بالسكينه اهو. الله، هو دي التقطيعه دي على... بتتبت زي كده. خلي دي مهاره طهويه مالكيش دعوه بيه، تخليك واحده واحده عشان ما يحصلش فيه مشاكل ايه وبعدين نزعل من بعض. اه اه حلو بالشكل ده كده. ناخد الفلفل الالوان ده كده، حلو قوي بالشكل ده كده اه. يلا حلو قوي. الله، ونقلب. ايه الحلاوه دي؟ اللون اتغير والشكل اتغير والطعم اتغير. اه لسه ما خلصتش. اه بصل اخضر معانا اهو، اه بالعروق بتاعته زي ما هو كده اهو، بس اجي على الراس دي كده بالسكينه، حلوه اهو. ونفس القصه هنا كده اهو، ونفس القصه اهو. اخواننا في اليابان وفي الصين وفي ماليزيا، الناس دول بيعشقوا البصل الاخضر، بس طبعا مش زي بتاعنا ده كده. بتاعنا احلى بكتير على فكره. البصل الاخضر بتاعنا مش موجود في اي بقعه في الارض غير الارض الطيبه مصر، ام الدنيا اللي العالم كله شاهد ان هي ام الدنيا. اه اه شايفين البصله؟ آه. البصل ده تستخدميه فراي. اه عينيا يا فندم، هينزل دلوقتي على البصل بتاعه والفلفل الالوان. استعد للصوره الحلوه. اه اه ده على فين يا شيف؟ على فين ده؟ الله، مع شويه طماطم متقطعين تبقى سلطه الطماطم بالبصل جميله، مقبلات. اه اه فرايد رايز اخواننا في الصين وفي اليابان. بصل الاخضر ده مع الرز مع الصويا مع زيت السمسم وبيض مقلي، ده الفرايد رايز او جمبري حسب الرغبه. نقلب كده اهو اهو. ايه الحلاوه دي يا شيخ؟ ايه الجمال ده؟ الخضروات في قلب الطاسه والله العظيم بتتكلم مصري. بصل، فلفل، بصل اخضر، مهاره شيف مصري، كل ده والبرغل بتاعنا اللطيف اهو. يا ويل يا ويل يا ويل. اهو 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 اهو. نعم يا غالي، ممكن ممكن رز، ممكن ممكن فريك، ممكن اه. ونقلب كده. معانا بقى ايه الشطاره هنا والخبره الطهويه هنا. حله عيني عليها اهيت، عيني اليمين بتغلى على النار، بوكي جرنيه في جزر كرفس بصل توم، فرحان بيهم زي ما قلت لحضرتك. عندك عظم فراخ طلعي اسلقيه، بلاش تستخدم مكسبات الطعم اللي مش عارفينها معموله ازاي، خلي مطبخك هيلث كده اهو. ناخد الميه بتاعتنا. اللهم صل على النبي. نعم، ما انا حاطط التوابل على البصله يا غالي، انت نسيت ولا ايه؟ اهو 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 اهو. ده انا هسيب كل حاجه واكل الطاجن ده. يا سلام لو عندك شويه لحمه مفرومه. أوه. بس خلاص. ونقلب. ونسيبه على النار يغلي. ممكن نحط حمص الشام، بس في حالة وضع الحمص الشام ما نحطش الخضرة اللي أنا حطيتها، يبقى حمص وبس. اه. نقلب كده ونغطيه ونسيبه على النار، وتعالوا نشوف القرنبيط وصل لفين، عشان عندنا شغل كتير في الحلقة. شفتوا الطاجن ده كده؟ يلا جيب لي الصورة الحلوة كده سيلفي. اه. طبعا ده بيتكلم مصر بالخضروات الجميلة والخضروات الشتوية. ايه اللون الحلو ده؟ وايه الجمال؟ وايه الصورة الحلوة دي؟ الصورة تعني بمليون كلمة على شاشة القناة الأولى. يلا افتح يا سمسم، هات الفرن. اه اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. اه جيبهولي القرنبيط. ايه الحلاوة دي؟ اه ناخد دي كده عشان نحط القرنبيط عليها. ده لسه انت هتشوف صورة حلوة قوي دلوقتي على فكرة. اه اه عينيا. اه اللهم صل على النبي.
ايه الحلاوه دي يا شيف؟ ولا حمرناه في الزيت ولا حاجه. آه. جيب لي الصوره الحلوه دي، الله يرضى عليك يا ولدي. ايه الجمال ده؟ ايه الجمال ده؟ تعالوا نعمل مسقعه الارنبيط بالارنبيط اللي طلعناه من الفرن بالتفاصيل بتاعته. هنشيل كل حاجه كده ونروق الدنيا كلها اول باول، ونجيب كسرولة ازاز او صينيه البسبوسه اللي عندك او صينيه الكيكه اللي عندك، عشان ما تقوليش انا ما عنديش زي اللي عند الشيف المغازي. اللهم صل على النبي. دي كده حلوه قوي، ونحطها هنا كده ونشتغل مع بعض كده. حلوه قوي. اللحمه المفرومه بتاعتنا فين؟ المتعصجه الجميله اللي ريحتها قلبه الاستوديو. ايه ده؟ ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ بتجيب الحلويات دي يا عم الحاج حبيب قلبي؟ شفت شويه البولونيز اللي هنا دول؟ دول عايزين مكرونه سباكيتي مسلوقه ونحطهم على الوش مع جبنه مبشوره بارميزان، تبقى مكرونه سباكيتي بصوص بولونيز مع جبنه بارميزان، مطبخ طلياني. دي عايزه طبقات من اللازانيا ونعمل لازانيا باللحمه المفرومه. دي عايزه عجينه الكانينولي ونعمل كانينولي باللحمه المفرومه. زي الفل. هنحط شويه لحمه مفرومين كده في الارضيه. اللهم صل على النبي، عشان اللي يجيب ارضيه الكسروله يلاقي لحمه مفرومه يعرف ان احنا كرمه. وناخد الارنبيط بتاعنا اللي انا شويه هنا ده كده. اللهم صل على النبي. في البصلايه طبعا، وبصلايه مخدومه اهو. انا بنزل بالارنبيط في ايدي بيفرفط اهو، شفتي؟ الله. وعلى مسؤوليتي انا اللي هياكل من الارنبيط ده مفيش اي مشاكل مع الكولون خالص. الناس اللي عندها مشكله مع الكولون الطريقه دي مفيش مشكله خالص. انا حاطط كمون مع البصله وحاطط كمون في صلصه اللحمه. الله. واخد الصوص البولونيز اللي عندي ده كده. اللهم صل على النبي. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ الف هنا وشيف اللي ياكل منه. اكله مصريه بتتكلم مصري بتفاصيلها وبتنفيذها وبإعداداتها. لسه ما خلصتش. شويه الارنبيط اللي عندي دول كده امسكهم بايديا كده، شفت ازاي؟ دي مهمه جدا على فكره. شفت الارنبيط بيتفتت في ايدي ازاي؟ اهم حاجه تقفل الفرن كويس عشان البخار اللي يطلع من الفرن يساعد على تفتيت الارنبيط وتسويته بالشكل ده كده. تاخد الارنبيط بعد الطريقه دي كده مع البصلايه الحلوه. يا ويلي، مش كل يوم ناكل ارنبيط مقلي بالبيض. دي هتخش الفرن يا غالي، عينيا لك حالا دلوقتي. البصلايه الحلوه زي الفل. خلصنا، نشيل ده من هنا. الله. ونيجي على شويه اللحمه المفرومه اللي عندي دول، بحط عليهم شويه شوربه من اللي عندي. ركزي بقى في المعلومه دي اهو، دي شوربه اهي، حلو قوي. واحط على الشوربه دي يا عم الشيف شويه كزبره خضراء. اللهم صل على النبي اهو. واحط على الكزبره الخضراء دي يا عم الشيف مكعبين من الزبده، اهلا وسهلا. ونقلب الخليط ده كله مع بعضه. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ اهو شفت بقى التركايه دي؟ اهو بواقي اللحمه المفرومه مع كزبره خضراء مكعبين من الزبده. اظبط الملح واعملي كنترول، ده الجديد. ناخد الخليط الحلو ده كده. يا ويلي، ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ ايه الجمال ده؟ ايه الجمال ده؟ تحفه فنيه، لوحه فنيه من ارنبيطايه حلوه جبناها من عند الراجل بتاع الخضار اللي على راس الشارع مع شيف شاطر. عملنا احلى صينيه مسقعه باللحمه المفرومه. جوزك ياكل منها، حماتك تاكل منها، ماما تاكل منها، وداعا لمشاكل الكولون. هناخد الصينيه دي زي ما هي كده، لو جوزك بيحب الحار مفيش مشكله. ما تزعلش يا غالي. اللهم صل على النبي. ايه الحلويات دي يا شيف؟ ايه الحلويات دي؟ الشتاء بيجي بخيره والله العظيم. ايه ده؟ ايه ده؟ درجه حراره الفرن عندي 180، صل على الحبيب قلبك يطيب. هناخد الصينيه دي زي ما هي كده وندخلها الفرن اهي. الله. بص لها على الارنبيط نظره ثانيه قبل وبعد. ايه الحلاوه دي؟ وبالله عليك والنبي تخليك معايا، خليك معايا كده دقيقه واحده يا استاذه. بص كده قبل وبعد اهي اهي، جيبوها لي يا شباب والنبي اهي.
في ابداع النهارده. الارنبيطايه دي قبل وبعد، شفت كانت ايه وبقت ايه دلوقتي، ايه تحفه فنيه في قلب الفقاهه. اهو 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 الله عليك يا شفيق. ايه ايه هو ده. يلا ناخد بعدين ونطلع فاصل صغير من اللوكيشن بتاعنا ده، وهتروحوا بعيد تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل لترتيب عمل حلو. البطاطا الحلوة بنلاقي الراجل الطيب على ناصية أي شارع عنده عربية بطاطا، أنا شخصياً بحبها على فكرة، بكون نازل الصبح أحلى فطار، حاجة كده فيها سكريات طبيعي من خير أرضنا، وربنا سبحانه وتعالى خلق في الدرنيات زي البطاطا، زي البطاطس، زي القرع العسلي، زي الكرنب، زي البصل الاخضر، زي البصل بتاعنا، زي الثوم، زي الجنزبيل، دي كلها مسميات اسمها الدرنيات. حلو الكلام. دي بعض الخضروات لطيفه وجميله وقيمتها الغذائيه عاليه جدا. البطاطا الحلوه بتلعب دور كبير في تكوين الجسم وعظام الجسم، وخاصه في المراحل الاولى من العمر. السكريات اللي موجوده في البطاطا سكريات امنه. مقادير البطاطا الحلوه بالشوفان على الشاشه. بطاطا حلوه مسلوقه مسبقا معانا قبل وبعد، مخرجنا الجميل هيجيبها لنا. معانا شوفان ولوز يا مزاج اللوز، معانا معلقتين من الكريمه اللباني، ومعانا شويه فانيليا وسكر، قرفه ناعمه، كل دول في المقادير يا عم الشيف، كل دول في المقادير. تعالوا نشوفوا نعملها مع بعض ازاي. المقادير على الشاشه تاني عشان الحلو ده مهم جدا على فكره. اه حاضر يا غالي، عايز تشوف البرغل عينيا. انا مش حرمك من اي حاجه خالص، بص كده اه. اه شوف الحلاوه، بص على الحلاوه، بص 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 الطلعه دي. بص الطلعه دي، ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ كل ما تضرب الشوكه والمعلقه تلاقي الارض الطيبه مصر، بصل اخضر، بصل جوانح، فلفل الوان كنا بنتصور معاه زمان سيلفي، دلوقتي موجود عند الفكهاني والبقال وفي كل حته، طماطم شيري، اول اه ايه ده؟ ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ آه. اغرفه؟ حاضر يا فهد، هو جاهز اه. يلا اللهم صل على النبي. يلا اهي ده. نعم ممكن بالشعريه اللي مش هيبقى بنفس الطعم، احنا مش عايزين نقلب بس، شعريه تبقى لازم برغل، ممكن فريك اه اه. الطبق نازل بيتكلم مصري في قلب الحله، ايه ده؟ ايه ده؟ ايه الحلاوه دي؟ يا اه ممكن شويه حمص ماشي، شويه مكسرات ماشي اه، ما تحرمهاش. حلو قوي تمام زي الفل، ناخد ده كده ونخليه على جنب. اه ماشي هنحط شويه زبيب يلا اه عشان ما تزعلوش. حلو قوي شويه لوز، نحط لوز ومزاجه اللوز اه، مع ان انا جايبهم للبطاطا. حلو الكلام. حلو تمام. تعالوا مع بعض بقى نشوف البطاطا الحلوه هنعملها ازاي. اول حاجه بجيب كسروله زي دي كده، اللهم صل على النبي. حاضر عينيا هوريك الارنبيط دلوقتي، تهمك الارنبيط ويهمك اللحمه عينيا يا غالي. حلو قوي كسروله ازاز، بوله ازاز، عايزين نشتغل الحلو ده بمزاج كده، ومعانا من الشوفان قليل، حبوب الشوفان اهيت. حلو قوي بننزل على حبوب الشوفان دي يا عم الشيف بشويه كريمه لباني، الله، وشوية حليب، وننتظر لدقائق معدودة. إيه اللي بيحصل هنا؟ الشوفان بيدوب شوية ويتحضر أهو، فرصة ننزل عليه بشوية فانيليا. الحلو ده اتعلميه، حلو سهل جدا وفي متناول إيدك. استبدلي الشوفان بشعرية أهو، موضوع بسيط جدا خالص، بلاش شوفان لو أنت مش عايزاه أهو. شوية سكر، ما تكتريش السكر لأن البطاطا الحلوة بتاعتنا بتاعت خير أرضنا سكرها زيادة وحلاوتها زيادة أهو. شوية زبيب، اللهم صل على النبي. شوية لوز يا مزاج اللوز، يعلي أوميجا 3 لأولادك اللي بيذاكروا عشان يتفوقوا في الدراسة، ونقلب كل ده أهو. حلو لغاية كده وفاهمين اللي بتعمله. سبت الشوفان شوية يدوب، أنا قاصد الموضوع ده، والتليفون جه في وقته حتى يذوب الشوفان في السوائل اللي انا حاططها، سواء كريمه لباني سواء حليب. نطلع الارنبيط عينيا، اطلعه من النار يلا عينيا اه العب اه.
اللهم صل على النبي. والصورة من داخل الفرن، والصورة من داخل الفرن تتحدث عن نفسها، ايه الحلاوة دي؟ دايما يقول لك الصورة تعني ألف كلمة، احنا معانا على شاشة القناة الأولى التلفزيون المصري تعني مليون كلمة. ايه الحلاوة دي يا شيف؟ ايه الجمال ده؟ يلا دلعها. تعالوا مع بعض نكمل الحلو بتاعنا واحنا شغالين مع بعض كده. الشوفان اهوت حلو، يلا كده ونقلب، ناخد البطاطا الحلوه نهرسها جامد كده. شفت؟ لا وبعدين الالوان والفلفل، مش بقول لك الصوره تعني مليون كلمه؟ هي تعني ألف كلمة، الصحافة تقول كده، وتحية كبيرة للصحافة يعني، ولكن الشيف المغازي يقول مليون كلمة لأن احنا على شاشة القناة الأولى التلفزيون المصري. وشفنا الكلام ده في الأيام اللي فاتت، الصورة تعني ملايين من الكلمات، صورة مشرفة للعالم كله، الحمد لله. ناخد البطاطا الحلوة دي كده زي ما هي أهي. نحط يا عم الشيف كده، هو ده. شوية كده، نص الكمية. ركز معايا أهو. ونفرتها في قلب الصينية عشان ادخلها الفرن بس كده بسرعة. اشيل دي من هنا؟ حاضر يا فندم، مش حرمك من اي حاجة. الله، واسوي الخليط ده كده، اخد بقية الخليط بتاع البطاطا الحلوة انزل بيه هنا كده. بص معايا على الشقاوة، الشقاوة اهي 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 اهي. الله، هو ده. ونقلب كل ده مع بعضه. معايا شويه حليب للامانه هحطهم، لان الشوفان هنا هيديني قوام. شوفان الياف فعاله والياف غير فعاله، فهتديني قوام هنا. نقلب ده كده ببعضه. الله، ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ اهو اهو. وناخد الخليط ده كله، هو سايب كده؟ لا، الشوفان هنا هيديني قوام، خلي بالك. وناخد كمان شوية شوفان حلوين، شوية زبيب كمان، خلي شوية نحطهم على الوش مع اللوز، يا مزاج اللوز يعني اوميجا 3. ناخد الخليط ده كله يا عم الشيف اهو. يلا يلا، صلي على الحبيب قلبك يطيب، ينزل على الوش كده اهو. ايه الحلاوة دي يا عم الشيف؟ ايه ده؟ ايه الانسيابية الحلوة دي؟ دي صينية البطاطا الحلوة، سميها صينية المغازي بقى. الإبداع، الإبداع المغازي. لسه ما خلصتش، فيها كل حاجة، فيها أوميجا 3، فيها الفسفور، فيها المكسرات، فيها بروتين، منتجات الحليب والكريمة اللباني. يعني أصبحت إن الصينية دي فيها كل العناصر الغذائية اللي بيحتاجها الجسم على مدار اليوم، صغيرا وكبيرا، كبيرا وصغيرا، زي ما هي كده. اللهم صل على النبي. معايا شويه زبيب، ولما تحط زبيب على وش صينيه بسبوسه، تحط زبيب على وش صينيه زي اللي انا عاملها دي كده، هقول لك على تركية حلوه وخليها في سرك كده وقولها لحبايبك بس. تعملي ايه بقى؟ لو حطينا الصينيه دي في الفرن يا عم الشيف، الزبيب ده هيتحرق مننا وهياخد لون مش لطيف قبل الصينيه ما تستوي. نوع ما يعمل تركية حلوة ونعمل ايه؟ شفت الجو ده؟ هو ده بقى، هو ده، هو ده. بنحمي حبيت الزبيب من درجة حرارة الفرن. حلو، ننزل بيه يا عم الشيف، ننزل بشوية اللوز، يا مزاج اللوز، يعني أوميجا 3، يعني أولادنا يبقوا أذكياء. درجة حرارة الفرن عندي كام؟ 180. ندخلها الفرن؟ يلا بينا. أقول لك على حاجة حلوة بقى، فرن زي ده فيه قرنبيط، فيه ريحه اللحمه، فيه ريحه الثوم، ريحه البصل. دايما انت لو تحطي فيه حاجه تانية خالص سيبيه مفتوح شويه قبل ما تحط حاجه تانية، عشان الاكله الحلوه ما يكرفش من نفسه لو انت عندك فرن واحد بس بالشكل ده كده طبيعي. حلو، تاني المعلومه دي للساده المشاهدين، الفرن اذا انت بتعملي كيكه بعد حاجه مطبوخه في الفرن، سواء ديك رومي، سواء بطايه حلوه، سواء رز معمر، سواء طاجن قرنبيط زي اللي انا عامله، فعشان تهربي من الريحه اللي جوه في الفرن سيبي الفرن مفتوح شويه، اذا في مروحه فيطرد لك الريحه، ما فيهوش مروحه، بمجرد انك تسيبيه شويه بالتاكيد ريحته هتتغير. ناخده زي ما هو كده وندخل دي كده زي الفل. حاجات كده صغيره وانا شغال لازم اقولها. يلا نبص على الفرن، صينية البطاطا الحلوة بالشوفان
اللطيفه الجميله فيها الابداع الطهوي على شاشه القناه الاولى من داخل الفرن. اقفل يا سمس. تعالوا شوفوا احنا عملنا ايه مع بعض. عملنا الطاجن الجميل البرغل اللطيف الحلو اللي عملناه بالخضار، شفتوا حضراتكم عملناه ازاي مع بعض. تشكيله من البصل، تشكيله من الفلفل الملون، خدت اللوز، خدت الزبيب. الخبره الطهويه بتقول ان كله بقى مزيج واحد. البصل الاخضر هنا هو سيد الموقف لانه قيمته الغذائيه عاليه جدا. عملت طبعا المسقعه اللطيفه الجميله بسقعه الارنبيط تسميها، او صينيه الارنبيط باللحمه المفرومه تقوليها زي ما انت حابه. صينيه ارنبيط بالمصري لطيفه وجميله واخده الطعم الريف المصري الجميل. التركية هنا ان انا خدت الارنبيط شويته في الفرن مع خلطه لطيفه شفناها مع بعض، حطيناها على الارنبيط خدت الطعم اللطيف الجميل، وعصجنا اللحمه زي شفنا مع بعض وحطينا طبقات من الارنبيط وطبقات من اللحمه المفرومه. السلطه الخضراء اساسا على السفره بتاعتي زي ما حضراتكم شايفين متواجده كل يوم، ولكن بقدوم الشتاء وفصل الشتاء طبعا هو غني ومهم جدا بالخضروات بتاعته، اذا جرجير او خس او خضره لطيفه، فدايما خليكي متنوعه، مره خس مره جرجير مره بصل اخضر، ودي متنوعات لطيفه وجميله. ممكن تستوي الارنبيط وتدخليه في طبق السلطه الخضراء يبقى لطيف وجميل. عايز بس اتكلم في تفاصيل صغيره، احنا طبعا مع قدوم الشتاء الترتيب بتاعنا في الاسبوع بنعمل دايما يوم اكل صحي. الاكل الصحي بتاعنا في يوم الاسبوع ما هو الصحي قاسي، انا دايما بهرب من الحاجات اللي فيها دهون كتيره، فيها بروتينات مشبعه كتيره، ونهرب ونعمل الاكله بطريقه صحيه بقدر الامكان 50% 80% حسب مكونات الاكله والماتيريال بتاعها، ولكن بقدر الامكان نهرب من الدهون في يوم من الاسبوع، نبقى صحيين كده وزي الفل، والصحه دايما العقل السليم في الجسم السليم زي ما بيقولوا، دايما يبقى عندنا يوم صحي للاسره وللاولاد. ولكن برضو عايز اقول على حاجه مهمه جدا، البرغل اللي عملته النهارده بالخضار زي ما شفنا حضراتكم بديل له زي حبايبي زي ما بيسالوا، ممكن نحط لسان العصفور، ممكن نحط شعريه، اللي مش عايز برغل يحط لسان العصفور، يحط شعريه بنفس الطعم ونفس الطعم بالخضروات بتاعته الجميله. خلينا نطلع القرع العسل من الفرن كده، او نطلع البطاطا. بمناسبه القرع العسل والله العظيم دي على بالي، على فكره بيقولوا لي في البيز ايه البديل للبطاطا الحلوه، فعشان كده انا جبت سيره القرع العسل. لو ما عندكيش البطاطا الحلوه نفس الموضوع تعمليه مع القرع العسلي الجميل الحلو. يتجاب القرع العسلي يتسلي بماء قليل ويتعامل زي معامله البطاطا الحلوه اللي انا استخدمتها دلوقتي. المعلومه دي لازم تعرفها حضراتكم. خلونا نطلع طبعا البطاطا الحلوه من الفرن بالشكل ده كده اهو مكانها هنا. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ عايزه شويه كمان والله حسب الرغبه. زي الفل، اللهم صل على النبي. فيها تفاصيل كتيره الاكل دي على فكره، فيها الشوفان الياف فعاله والياف غير فعاله، الياف بتمتص السموم اللي موجوده في الجسم والدهون والحاجات اللي ممكن تضر الجسم، والالياف الفعاله ان هو طبعا مفيد جدا، بيعالج مريض السكر، مآمن للمعده، مشاكل الامساك، الحاجات اللطيفه. الشوفان لو قعدنا نتكلم من هنا لغايه الصبح مش هتخلص فوائده طبعا، وقيمته الغذائيه عاليه جدا، وكمان السفره بتاعت النهارده نقدر نقول سفره صحيه بنسبه 60%، حلو قوي. ايه المشكله؟ هربنا من تحمير الارنبيط في قلب الزيت، وهربنا من الماده الدهنيه مع البرغل بتاعنا الجميل، والحلو بتاعنا القرع العسلي فيه شويه كريمه لباني، مفيش اي مشكله. عايز اقول لحضراتكم السفره بتاعتي لا تخلو من طبق السلطه الخضراء مع قدوم الشتاء بتحلو الخضروات، وخاصه من الارض الطيبه مصر ام الدنيا للعالم كله، ضرب لها تعظيم سلام في الايام اللي فاتت اللي ما شفناش بعض على الشاشه، ولكن كان في ابداع على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه. رؤيه فن ابداع بنشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه. منين يا مغازي؟ من ماس بيرو.
We'll be right back.